جه معادنا دلوقتي وفقرة الموتور سبورت. في فقرة الموتور سبورت احنا هنجيب لكم كل ما يخص رياضة السيارات ورياضة المحركات في مصر والشرق الاوسط وعالميا. يلا نشوف الموتور سبورت فيها ايه معانا النهاردة. احنا النهاردة موجودين في بطولة STT Time Trail. البطولة دي النهاردة مخصصة لسباقات السرعة مش للدريفت. يعني ايه؟ كل متسابق هينزل للسباق النهاردة بعربيته هيعمل التراك اللي هيحقق اقل تايم هو ده اللي هيكسب السباق. لازم تحقق اقل تايم ويكون بدون اخطاء. تعالوا نشوف STT Time Trail النهاردة. اظن انكم بطلتوا حاجه شكلها حلو، حاجه محترمه.
اسم العبور، وبدأنا نعمل محضر لضاحي ده ينتحر بشخصية غير شخصية تماما، وعملنا المحضر وخدنا الرقم بتاع المحضر. دي النقطة رقم واحد. وإن شاء الله رقم اثنين إن إحنا من يوم الحد هنبدأ نتحرك للوزير والمستشارين بتوعه الأستاذ أشرف صبحي، ولازم كنتوا لازم تعرفوا الموضوع ده بالظبط عشان أنتوا المعنيين في الموضوع ده. خلصت الجولة الأولى من اس تي تي تايم تريل 2016، تعالوا نشوف مين اللي طلع على البوديوم النهاردة. في المركز الثالث أحمد التبعي، في المركز الثاني ياسر الجوهري، في المركز الأول كابتن مدحت رمضان. مبروك. جروب بي 1600 فرونت ويل في المركز الثالث بسام، في الثاني وائل هادي، والأول عزت صبري. ألف مبروك. جروب سي فرونت ويل 2500 في المركز الثالث محمد ضياء، في المركز الثاني فادي، وفي المركز الأول فراولة. جروب دي 2500 في المركز الثالث بارو، في المركز الثاني والي، وفي المركز الأول شهاوي 2800 خلفي. ألف مبروك. المركز الثالث محمد حتاتة، في المركز الثاني محمد حسن، وفي المركز الأول هشام الخطيب. ألف مبروك. خلفي 3500 سي سي في المركز الثالث بودي، في المركز الثاني سامح، في المركز الأول بيتا. ألف مبروك يا رجالة. عندنا في المركز الثالث أحمد الوكيل، في المركز الثاني تامر بشات، في المركز الأول هيثم سمير. ألف مبروك يا رجالة. ألف مبروك. فئة السيدات في المركز الثالث ياسمين سامي، في المركز الثاني إيريني يوسف، في المركز الأول علاء سالم. ألف مبروك. خلصت الموتور سبورت وشفنا راوند 1 لبطولة اس تي تايم تريل 2016. يا رب تكون البطولة عجبتكم. بكده نكون خلصنا حلقة اون تراك، بس قبل ما نقفل الحلقة بنبعت فيديوهات على الصفحة بتاعتنا، بنذيع الفيديوهات دي في آخر الحلقة. كل الفيديوهات اللي ممكن تكون تفيد البرنامج أو تفيد المشاهد هنذيعها. تعالوا نشوف الفيديو اللي هنقفل فيه حلقتنا، وأشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.